بسم الله الرحمن الرحيم. بعجينة واحدة سريعة جدا وسهلة قوي، عملنا فطاير وعملنا بيتزا. العجينة هشة جدا وحلوة قوي والمقادير سهلة قوي. قد ايه العجينة دي هشة قوي قوي وطرية، سواء في الفطاير او في البيتزا. طبعا هنا من جوه استوت بسرعة جدا. طبعا الفطاير عملتها على البوتاجاز، انما البيتزا دخلتها الفرن. وهنا ده الحته اللي تحت بتاعه البيتزا، قد ايه لونها حلو قوي. ده العجينه عباره عن 4 كوبايات دقيق وربع كوبايه زيت مع كوبايه زبادي صغيره ومعلقه خميره كبيره. وانا بقى الحاجات اللي هي الطعم ده بتاعك انتي، انا حطيت حبه البركه ويانسون وسمسم وعجنت بلبن دافي لغايه ما العجينه لمت. تمام. دي الحاجات اللي حشيت بيها. عملت العجينه اسطوانه وقطعتها، عملت منها 3 بيتزات وحوالي 5 فطاير. هي الحته بتاعت البيتزا نسيت اصورها، بس هي البيتزا العاديه اللي احنا بنفردها عادي. وبصراحه كنت مكستله كمان اعمل صوص للبيتزا، فعملت كاتشب، دهنتها كاتشب، حطيت عادي اللي هو اول طبقه جبنه، وبعدين اي توبنج احنا عايزينه. يعني انا ولادي، في ناس بتحب البسطرمه، في ناس بتحبها فيجي ما فيهاش اي حاجه، فيجيتيريان يعني. تمام. كلها خضار. دي الفطاير طبعا. بعد ما بنحط فيها الحشوه اللي تعجبنا بنقفلها وبنحطها في طاسه. الطاسه بيكون فيها نص معلقه صغيره زبده بس، مش اكتر من كده. بس هو شكلها بعد ما قلبتها على الناحيتين وخدت اللون اللي انا عاوزاه، وكان الخضار من جوه يعني هو مش بيستوي قوي، بس الجبنه اهم حاجه، الجبنه ساحت زي ما احنا شايفين كده. في حاجات بميكس الجبن، وفي حاجات جبنه رومي بس، في حاجات معاها بسطرمه وفلفل وحاجات زي كده، بس هي حقيقي تستاهل التجربه. شكرا.